ونستقبل ليندا عبد اللطيف موفدة القاهرة الإخبارية. ليندا، لو تجملي لنا طبيعة ما شاهدتيه اليوم في هذا اليوم الانتخابي الغير مسبوق ربما في تاريخ تركيا. يعني داليا، نحن الآن أمام العدالة والتنمية في مدينة أسطنبول. هذا الحزب الذي يترأسه الرئيس المنتهي ولايته رجب طيب أردوغان، وكما ترون من خلفي هناك العديد من الحشود المؤيدين للرئيس المنتهي ولايته رجب طيب أردوغان، يحملون الشعارات وعلم تركيا. هناك أيضا فرق موسيقية موجودة أيضا لإضافة شيء من الأجواء في هذا التجمع وهذه الحشود. رأينا منذ قليل بعض العربات التي تمر حاملة معها ملصقات للرئيس المنتهي ولايته، بجانب أيضا علم تركيا الذي يزين هذه العربات. هناك أجواء مؤيدة كما ذكرت للرئيس المنتهي ولايته مستمرة في المرور كما ترون من خلفي. إذن هي أجواء نشهدها لأول مرة منذ بداية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، وهذه الجولة الثانية هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات في تركيا أن تكون هناك جولة ثانية للانتخابات الرئاسية. كانت هناك منافسة شرسة في هذه الجولة بين كلا المرشحين، مرشح تحالف الأمة كمال كليتشدار أغلو ومرشح تحالف الشعب المعروف أيضا بتحالف الجمهور الرئيس المنتهي ولايته رجب طيب أردوغان. ونحن الآن يعني انتهت في تمام الساعة الخامسة التصويت على هذه الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والكثير من المحللين السياسيين الذي تم عقد لقاءات مختلفة معهم كانوا متفقين على فكرة أن هذه الانتخابات الرئاسية شهدت منافسة قوية بين كلا المرشحين. شكرا ليندا عبد اللطيف موفدة القاهرة الإخبارية من اسطنبول على كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا لك ليندا.